اركدي اركدي ستي، وهيبي اسرع منك. عن جد ما عاد اقدر، انت كيف ما تعبت؟ انا كل يوم الصبح بعمل رياضه، لكن كيف مفكره بحافظ على لياقتي هي؟ ايه دخيلك انت ولياقتك. كلمه وحكيتها لا تشوف حالك علي. يلا 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 كملي، ممنوع التعب. ها رفعتي الرايه واستسلمتي دغري، ليكي كيف رجليكي ما عاد حملوكي بالمره. لك انت كيف بده يصير عندك لياقه بعدين؟ انا معجبه بحالي وكثير، وكمان صحتي كثير منيحه. انا تعبت هلا لانه امبارح ما نمت. ليك الطقس قديش حلو بجنن، تعالي نعمل رياضه. يلا بلشي. قوم البيس كنستك، مو شايف حالك طالع مثل طرزان؟ شوفي عم بعمل رياضة. لك لا تستهون بهوا البحر، هلأ بينخر بعضمك، بعدين ما بصير هيك. انت ما بتسمع انه عيون النسوان بتقتل قتل؟ البيس لشوف. لك بدال هذا النقطة تعالي العبي رياضة. ايه بلعب، خايفة منك؟ طيب ورجينا شطارتك. يلا قومي لسه ما خلصنا، تعالي. ايه تهدى عبوران تهدى. لك شوفي شي ما بيتصدق، اياد فوتون الحقيني. يلا هدول رح يطلعوا بوشنا بكل مكان. قولي اجرني بقى اياد. لك لسه ما بلشنا شبه. شو لسه بدك تتغلط علي يعني؟ انت صايده سمك قبل اليوم؟ لا ولا مره، وما بدي صيد، خاف كثير اني اغرق بالبحر. اصحك تقول رح تاخذني على الصيد. واذا قلت لك رح نصيد؟ اذا من على الشط ممكن وافق، وغير هيك مستحيل. لا نحن رح نطلع بالقارب. قلت لك مستحيل، مستحيل وافق. ما بتثقي فيني فتون؟ شو هالسؤال اللي عم تساله؟ اكيد ما بوثق فيه. فتون حاليا انت ما عندك حدا لتطلعي معه غيري، بتعرفي ما هيك؟ بعرف، للاسف اني بعرف. معناها بدك تقبلي بالواقع وحاولي انك تستمتعي. يلا تعالي الحقيني. يعني نحن ما رح نعرف ننبسط بهالمشوار؟